جنة 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 جمعية إقرأ الله يا وطننا جزائر يا بلادنا يا أرض جدادنا جزائر يا بلدنا يا أرض جدادنا أمانة في عنقنا أمانة في قلوبنا كلها يا أحبابنا جنة يا وطننا جنة 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 بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأكارم أعزائنا الأفاضل، رمضان كريم أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نلتقي معكم اليوم إن شاء الله في عدد جديد من برنامجكم تاريخ بلادي. نتواجد بالضبط هنا في مدينة برهوم مرة أخرى عند الأخ بليزاك عزيز، هذا الرجل الذي يتعامل بطريقة سلسة تجذب كل من دخل إلى هنا إلى هذا المحل الرائع، محل الأفراح والعرسان. نحن فقط نسأل ثم ننتظر الإجابة، ترقبونا. جنة 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 متواجد معنا احد زوار محل الماركات، عرفنا باسمك الاخ كريم. عماري عبد النور، طالب جامعي في ولايه باتنا. الله يبارك. صح فطوركم ومرحبا بكم اللي زرتونا اليوم في مدينه برهوم. ان شاء الله تكونوا لقيتوا استقبال مليح. شكرا جزيلا اخ عبد النور. عبد النور راك تجي المحل تاع بليزاك عزيز، وعزيز نعرفوه بلي يتعامل عنده طريقه سلسه في المعامله. من بكري تجيه ولا غير جديد دوكا؟ عزيز من بكري نجي ونشريو عنده هنا. انسان ما شاء الله، انسان يعرف يتعامل مع الناس، وانسان عنده اكسبيريونس في الملابس تاع الرجال، وال ثم انسان يعني كي تجي تشري من عنده تريح وتشري شغل تشري وتايا سعيد. الله يبارك. رانا نشوفه في برهوم يعني في الليل مزدهره. أنا تقدر تقول لي، وأنت من سكان برهوم، مواطن برهوم، تقدر تقول لي المدينة لماذا تسمى برهوم المدينة التي لا تنام؟ مدينة برهوم هي مدينة تجارية يعني من بكري، من وراهي من التسعينات. الله يبارك. من الثمانينات هي يعني كانت مركز تجاري، كانت سطيف، ثم شغل سوق قديم. شكرا سي عبد النور. عبد النور ربما أنت في اليوم عدد جديد من برنامج تاريخ بلادي، راح نطرح عليك ربما سؤال برنامج حلقة اليوم. يعني حادثة تعتبر رمز من الرموز المشتركة، رموز التضحية المشتركة بين الشعب الجزائري والشعب التونسي. يعني هذه الحادثة تسمى يعني حادثة ساقية سيدي يوسف، حادثة ساقية سيدي يوسف. تقدر تعطينا تاريخها؟ حادثة ساقية هي نعم. حادثة ساقية سيدي يوسف عندي يعني نظرة عليها. نعم أعطينا النظرة، بارك الله فيك. هي حادثة ساقية سيدي يوسف يعني وين كان وين الشعبين، وين الشعبين يعني الجزائري والتونسي يعني توحدوا، بارك الله فيكم، ضد المستعمر الغاشم الفرنسي. الغاشم الفرنسي. نعم الفرنسي اللي يعني عنده 100 سنة أو أكثر، هو يعني ينهب في ثروات خيرات شعوب المغرب العربي كلها. نعم بصفة عامة. وساقي حادثة ساقية سيدي يوسف يعني وين وحدت الشعوب كما الشعب الجزائري والتونسي يعني بيناتنا يعني ما شاء الله علاقات تربطنا علاقات جيدة يعني. شكرا في جزيلا. التجارة ولا في السياحة ولا يعني
بيناتنا يعني ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيكم، كنتم مع الاخ عبد النور، جزاك الله خير عبد النور، نلتقي في ساعه اخرى، شكرا الله. جزيلا بارك الله. جنة جنة جنة. تواجد معنا مره اخرى احد زوار وزبائن محل ماركات، عرفنا باسمك الاخ كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رحموني عبد الكريم، استاذ انجليزيه في ثانويه هواري بومدين، الله يبارك، واحد الزبائن الدائمين عند عزيز ماركه، وهو عزيز يعني قبل ان يكون تاجر ويكون صاحب محل هو صديق طفوله، زميل دراسه، صديق هنا في البلديه، والحمد لله احنا متواجدين عنده اليوم. شكرا استاذ. استاذ نحن ربما في عدد جديد من برنامج تاريخ بلادي، ربما راك مطلع على تاريخ الثوره الجزائريه، يعني اعطينا نبذه فقط ربما على احداث ساقيه سيدي يوسف بتونس. نعم تفضل. احداث ساقيه سيدي يوسف، سيدي يوسف نعم، هي نقطه من التاريخ بين الجزائر وتونس. بارك الله فيك. الشعب التونسي يعتبر جزء لا يتجزأ من المجتمع الجزائري كما هو الحال بالنسبة لمجتمعنا، له علاقة وطيدة بهذا المجتمع العريق الشعب تونس، وكان لهم الفضل في أن يساعدوا الثورة الجزائرية، يعني كان تبادل المساعدة بين الشعبين. إلى بارك الله فيك. ربما تذكرنا السنة، تذكر سنة السنة والله وهي نعم. شكرا أستاذ، شكرا 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 جزيلا، كنتم مع الأستاذ الكريم، أستاذ بثانوية هواري بومدين. ممكن كلمة أخيرة؟ إن شاء الله هذا العام يكون فال خير إن شاء الله على جميع أبنائنا المقبلين على شهادة إن شاء الله في كلتا الثانويتين، سواء ثانوية هواري بومدين أو ثانوية كرطوش خليفة، تلاميذ كل عبر الجزائر يعني تلاميذ جميع التلاميذ في كل الاطوار نتمنى لهم النجاح والتوفيق ان شاء الله، والعلو الى مصاف المجتهدين والناجحين ان شاء الله. شكرا استاذ، بارك الله فيكم، السلام، نلتقي في فرصه اخرى باذن الله. السلام عليكم. جنة جنة جنة. مدرستي حديقتي أبوابها الكتاب، أقرأ فيها قصصا وأدرس الحساب، في كل صبح نذهب مع الباقي نلعب، ندرس في صفوف وفي المساء نكتب، أنا الصديق الصالح في عملي أكافح، وبانتهاء العام أنا الصديق الناجح، أهديها للتلاميذ الجزائر. جنة جنة جنة. يلتحق اللحظة الأخ عبدو وزينو من مدينة لمسان، ومعنا المشرف على عملية البيع والشراء في محل ماركات. نبدأ بالأخ يوسف، كيف راك تشوف الأسعار، كيف راك تشوف إقبال المواطنين عند محل ماركات ونحن في شهر رمضان المبارك؟ مرحبا بكم عندنا في بلدي دكرهوم، صحة رمضانكم وصحة فطوركم. كيف راك تشوف السلعة الأسعار؟ لوكا الزبائن راهم يجيونا يديروا شوفينغ قبل الشوبينغ. الله يبارك. شهر رمضان سما راهم يوجدوا بعد ان شاء الله رمضان راح تنطلق عمليه الافراح وان شاء الله يديروا شوفينغ قبل الشوبينغ. كلمه ربما للعرسان و عرسان، نقول لهم مرحبا بكم والاسعار في متناول الجميع. بارك الله فيك اخ يوسف. وخوتنا ربما من تلمسان، انا نجوم تلمسان. نعم عزيز، واش اللي عطيونا لبعض الاطباق تاع تلمسان في شهر رمضان؟ كاين الحريره. الحريره كاين الحريره، كاين الطاجين. طاجين؟ ايه كاين طاجين حلو. طاجين الحلو زيدوا؟ كاين في السحور كمل الرفيس. رفيس؟ السفه. السفه. واش هي السفه؟ تجي هي طعام بصح تجي ساك وحده ما يجيش فيه لاصوص. الله يبارك. مرحبا بكم في برهوم، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم، شكرا اخ يوسف، بارك الله فيكم اخ عبدو، اخ زينو، شكرا اخي يوسف، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جنة جنة جنة. يحضر معنا الاخ، عرفنا باسمك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد. أول ما نبدأ به كلام نادر والناس أصيل أصيل الله يبارك، مدينة المونستير بلاد زعيم الحبيب بورقيبة من تونس. مرحبا بكم عندنا في الجزائر. بارك الله فيك وبارك الله فيكم. وعلاها جيتوا لهن زيارة ولا كيف؟ لأن احنا جينا في بالنا جولة في مدينة برهوم ومدينة المسيلة والأجواء فهمت. نعم
كما تعرف التجارة ما بين تونس والجزائر، مدينة العلمة ومدينة سطيف. الله يبارك. الحمد لله. شدنا الحجر، شدينا لنا في الحجر. الأخي عجبتنا الأجواء، أجواء الجزائرية. الحمد لله. خش علينا في تونس. فهمت. استقبلوكم أهالي برهوم. قعدنا لنا طوعنا قريب العام. حسينا بروح احنا تخش علينا مناج غرباء، تخش علينا في الحمد لله في مدينتنا. الحمد لله. دخلنا الوليدات يقراوا، الزوجه الحمد لله. الحمد لله. برهوم عجبتنا كمنطقه، عجبتنا كتقوش عليها بلادنا اللي نسكنوا فيها، الشعب العقليه كل الحمد لله. الحمد لله. وراك تمارس التجاره هنا في برهوم، لانه برهوم مدينه تجاريه في مسيله. مدينه تجاريه كدرجه اولى، وكدرجه ثانيه عندهم العقليه وعقليه التوانسه كيف كيف، بالاخص في الحلويات. راك دير حلويات محل. محل حلويات. اعطينا بعض انواع الحلويات يا محل حلويات تونسيه بجانب جاري. نعم. عزيز ماركة. نعم. يبيع الملابس. بارك الله فيك. وملابس الاعراس والافراح. فهمت. الحقيقه نعم. الاطباق نتاعنا احنا مشهورين بعده اطباق. منها اذكرنا منها. من احنا نمشيو للحلويات الاولى، الحلويات عندنا المسفوف التونسي كما نقولوا، السحور في الليل. فهمت. نعم. سحر ومسفوف التونسي فيها عدة أنواع من المكسرات، عدة أنواع من الفواكه الجافة، نعملوه بالكريم باتيسي، نعملوه بالشوكولا، نعملوه بزاف برشا صوالح. ما شاء الله. ما شاء الله. برشا أشياء يعني. أشياء كما قولوا. نعم نعم. عندي ثقافة بسيطة على التاريخ البلاد، حب الاطلاع كما تقول. نعم نعم نعم. حب الاطلاع ما بين البلدان كما نقولوا، الجزائر بلدان الشقيقه العربيه المغربيه. العربي. نعم كما نقولوا. فهمت. نعم. كما الانسان يحب يثقف على بلاده الاولى هي تونس، كما يحب يثقف على بلاده الثانيه هي الجزائر. نعم. فهمت. الحمد لله رب العالمين. خاص فما دماء شهداء ما بيناتنا، وفما قصف، وفما قصف استعمار. نعم. أنا نادر أريد أن أسألك سؤال، ربما أنت مطلع على الدماء المختلطة كما قلت، ربما كاين حادثة تعتبر رمز من رموز النضال المشترك بين تونس والجزائر. صح. هذا النضال ربما اختلطت فيه الدماء ربما الجزائر التونسية. صح. تقدر تسمينا هذه الحادثة وأين وقعت وتاريخ وقوعها؟ صح. تفضل. هما عدة نعم. عدة اختلاطات ما بين الدماء، ما فماش واحدة بركة، فما يمكن اثنين ولا ثلاثة. أعطينا هذه ساقط سيدي يوسف. فما واحدة تاع صحيت حسنت ساقط ساقط سيدي يوسف. نعم. هذه ساقط سيدي يوسف صارت حسب ما قرونا في المدارس وحسب الثقافة في تونس. نعم نعم. ما قرونا في تونس والثقافة متاعي. احكي لنا. نعم. في فيفري عام 58. شكرا جزيلا. صار قصف في السوق من الاسواق ما بين ساقيه سيدي يوسف. صحيح. ساقيه سيدي يوسف هذه قصف. قصف يمكن في السوق قالوا حسب تقريب 80 ما بين 70 80 طائره. قصف هذا طائره قد كان طائره قد اعطوكم حسب ما يقول. نعم. ولا المولى يعني احنا ما كناش. نعم نعم. حسب ما يحكيوا ساداتنا المؤرخين والاساتذه اللي قرونا في المعاهد يقولون ما بين 70 80 طائره. 80 ربما قتيل. 70 25 طائره من بينها 11 طائره. شوف يا اخي نادر المعلومه غير ثابته. عفوا عفوا اخي نادر. ربما 25 طائره. لماذا؟ لانه كاين 11 طائره. ايه؟ مقنبله. هذه من نوع بي 26 وكاينه 6 طائرات من نوع كورسيك. صح. وكاينه 8 طائرات من نوع مسترال. صح. اذا صار العدد 25 طائره. 25 طائره و80 قتيل. 80 قتيل. نعم حسب تقريبا 80 قتيل. شكرا. فهمت. ناس الجزائر وناس الحدود هربوا لساقيت سيدي يوسف. فهمت. وتجمع الشعب ثم عندهم وخرجوا باش يساندوهم في هذه، وطاحوا وتخلطت الدماء شهداء ما بين تونس. راكم تحتفلوا يعني بالذكرى هذه. عندنا يوم عيد. يوم عيد الحمد لله. عيد عام كل نهار في السنه. نعم. كل 8 فيفري 1958 عندها عيد يوم كل سنة. كنتم مع الأخ نادر. هذا الذي استطاع أن يتوصل إلى الإجابة الكافية والوافية. شكرا أخي نادر. تحية طيبة لأهل تونس. مرحبا بكم هنا في الجزائر. شكرا. صح. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. جنة جنة جنة. نتواجد الآن ربما مع صاحب المحل أو مالك المحل الأخ عزيز بليزاك.
هذا الرجل الذي استقبلنا استقبال طيب ونحن في شهر رمضان المبارك. الأخ عزيز تقدر تحدثنا على تجربتك التجارية؟ تفضل. والله رمضان كريم للجميع، صحة فطوركم. بارك الله فيك. مرحبا بك في محل ماركة. نعم. ملابس كلاسيك. مرحبا بالعرسان، مرحبا بالإداريين، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل زبائن الكرام. نعم. كل خدمات متوفرة، بضاعة تركية أوروبية في متناول الجميع، متنوعة وبأسعار ما شاء الله. رام يجيوك الأخ عزيز في رمضان، أنا نشوف الزوار في شهر رمضان. يعني هي حقت الحال، كاين ناس يجيو وكاين ناس حددت مواعيد الزفاف تاعها إن شاء الله. تجي في السهرات وحنا رانا فاتحين في السهرة، استقبلوا الناس، رحبوا بهم. والأسعار كيف راهي؟ يجربوا ويشوفوا ويشاوروا ويديو نظرة على، ويديو فكرة على الكلاسيك، اللي أول مرة يلبس كلاسيك، اللي يحب يجرب، يحب يتخلص من العقدة تاع كلاسيك، يحب يبدل. بارك الله فيكم. كنتم مع مالك المحل عزيز بليزاك، تحية طيبة له ولسكان بلدية برهوم المضيفة. رمضان مبارك وصحة صحوركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنة جنة جنة. إذن تمكن الأخ الزائر تونس الشقيقة، هذه تونس التي ربما لها تاريخ حافل، تاريخ ممزوج بالبطولات. هذه واحدة من الحوادث التي امتزج فيها الدم الجزائري بالدم التونسي، هي أحداث ساقية سيدي يوسف في 8 ماي 1958. هذه الجائزة سيسلمها الأستاذ مكون حسين بوجلال، فليتفضل ربما مشكورة بحضور الإخوة الأكارم. رمضان مبارك لكم ولكل شعب جزائري. جينا من الحضن نسينا، نحكي بالسعادة عن تاريخ بلادي، نحكي بالسعادة عن تاريخ اجدادي. جنة جنة جنة، الله يا وطن.